سهله. لا انا وثواني كده ما تردش انت بالله عليك، انا عايز اقول كلام بس. عايز اقول كلمه سريعه. انا بحترم كل الناس، احنا ما بنيجي ننتقد هنا بننتقد في الكره فقط. لان كلنا خلقت ربنا سبحانه وتعالى، ولكن اهم البني ادم هو عقله وفكره وتحمله للمسؤوليه، هي دي اللي بتبان الراجل واللي مش راجل. بس اللي مزعلني بس من كابتن سيد عبد الحفيظ حاجه واحده بس، ان هو دخل في كل القنوات ولم يعيب في خالد الغندور الا في قناه الاهلي، كانها رساله ان هي قناه الاهلي من حقه انه عليها يتكلم ويستهزئ بالبشر، اما على قناه قنا وقناه النيل رياضه قال شيزوفرينيا وقعد يتكلم امور تانية، لكن عندما يريد ان يتكلم بصوره سيئه عن شخص اختار قناته اللي هي ما حدش هيقوله فيها حاجه. وللاسف هذا الكلام من المفترض ان الوطنيه للاعلام يبقى لها دور، طالما احنا اتوقفنا قبل كده اكتر من مره، لماذا لم لا يتم ايقاف من يخرج عن النص في الاماكن الاخرى كما فعل كابتن سيد؟ وربنا يسامحه يا رب ويهدي الناس.